فين الزواج؟ واش اخويا؟ هاني هاني مرتاح بيكو فين؟ مرحبا واش الغبور؟ وانت اللي غبرت يعني احنا اخويا مغابرين ما والو اخويا ايوا تسير صح ما بقاش تقول لي مغابرين ما والو احنا موجودين اخويا مالك تمشي معايا فين غنمشي معاك؟ واحد البياس عاف الله عن المسالف اخويا نكذب عليك تسير صاحبي انت مريض انت علاش نقول لك اخويا ايوا حيت صافي الهدايه اخويا ما هذيك الطريق ما مسلكانيش انا الطريق ديك الطريق ما مسلكانيش ها كنقول لك اخويا والله بديتي معايا بديش معاك ها غتسالي معايا لا ما غاديش نحيد صافي اخويا هذا صافي ما بقاش قاد على ديك الطريقه هادشي ما نكذبش صافي عفا الله على المسالف عفا الله على المسالف نسيتي كلشي دابا ياك خويا راه قلت لك صافي الهدايه نسيتي كلشي والله شي نسيت خويا انت ولكن صافي خويا صافي شي قلب على شي قلب على راسك اخويا والله يهديك انت شي اللي غنقول لك انا شوف انت خاص لي ذبحك ما طلعتيش معايا راسك هاد المره تلاقى معايا شي بلاصه عمرك ما تقول لي السلام الله يسلمك انت بغات تسافرنا للحبس انت الحبس راه مدوزينو هنا سير تمو سير موش انت تبقاش عرفني ما نعرفك اخويا انت عمري عرفتك سير اخويا انت في عمري عرفتك انا سير اخويا والله ما سير اخويا مرايدة داخل انا داخل عند معوق واش غادي نشفر معوق من معاه حتى واحد قدر يكون محتاج الان نمشي نشفر شنو غندير نمشي عنده نمشي عنده ماشي مهم تعرف ماشي مهم خاصك شي حاجه خاصك شي دواء خاصك شي حاجه انا ولدي ما خاصني لا دواء لا شي حاجه بنتي ليه مريض انا يوم كنت كنطلب الله يجي شي محسن ولا شي فاعل الخير يعاوني وانا هو فاعل الخير اللي غادي نعاون الحمد لله ايوا ولدي انت فاعل الخير ما غاديش تعاوني انا ديما غادي نبقى نعاون دير شحال كنقولها ارتاح 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 ما كاين والو انا ولادي ومرتي سمحوا فيا ولكن نساو واحد الايامات كنت كنعطيهم اي حاجه حاجه بغاوها كنت كنشد عليهم ولكن ملي خانتني الصحه لاحوني في هاد البيت وسمحوا فيا الله كبير عم انا ولدك انا يوميا كنت كنطلب الله يجي شي محسن وشي واحد عاوني عاوني شكرا شكرا بزاف بس سيدي الدواء غادي يجيب الدواء تماك شوف نص ساعة أنا عمري كاين حتى واحد ما عشان كاين كل نهار كيتبدل في قدر شمال قمز الساعة صاحبي مال شفت فين؟ راك عطيني كيف العادة كنت ديها عندك عطيني سير
يلا قلب سير 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 في حالك قش الدور. السلام عليكم. جيش يا ولدي. زير ما تعرف بصم اول توز بتشوري صافي حطوا لي حتى راسي اول توز يدير ولدي. لا بس الحمد لله جبت لك معايا واحد الحاجة. شنو يا ولدي؟ خذ العمالات 10,000 ريال خليها عندك. لو بغيتي شي حاجة غادي نجي عندك برا مرة صافي. علاش انت ولدي فين غتمشي؟ انا غادي نرجع عندك مرة مرة. سير ولدي الله يرحملك الوالدين. هاي غادي نحطك حدا الدوادي. انا ما ننساش لك هاد الخير هذا اللي درت معايا يا ولدي. صلى فراسك بزاف بزاف ولدي. بغيتي شي حاجة انا مرة مرة غندوز عندك. سير ولدي الله يرحمك الوالدين. الله يجيب لك الشفاء. الله يخلف عليك الله يرضى عليك. الله يجيب لك الشفاء. الله يرضى عليك يا ولدي. الله ينجيك من ولاد الحرام. امين. الله يسترك. امين. سير ولدي. الله يعطيك الستر الدنيا والستر الاخرة. انا يوميا كنت كنطلب الله سبحانه وتعالى يجيب شي محسن. سيدي ربي ما خيبنيش الحمد لله. فين حد بعد من بعد من اختراط اختراط شي دابا غادي غادي تقرب لي غير اختراط بعد مني بعد مني بعد مني غادي نتا عبد الله موقف معاكم نتوما بعد مني بعدك ما بعد مني بعدك ما بعد مني هانت بعد راك تيرا غادي تبعد مني هانت بعد مني والو بعد مني اختراط لا ما غاديش اختراط بعد مني عشت 5 سنين يا ربي عشت 5 سنين نار على درب كنت كندير يا ربي اسمح لي يا ربي. واحد الراجل امشي عندك الراجل انا السلام عليكم سي محمد السلام عليكم. هلا من كتسول اخو خويا داك سي محمد اللي كان ساكن هنا سي محمد داك السيد اللي معاق داك خويا بغيت نسولك ما بانش لك فين مشيت كنت مسافر دابا كنت في الخارج 5 سنين دابا فهمتي ورجعت بغيت نشوفو ما لقيتوش هذاك السيد راه مات راه دابا شيت المده ديال 3 سنين هذه باش مات هذاك السيد علاش واش انت من العائله ديالو لا انا صاحب صاحبه
والله يعدم اجرك اسي، الله يعدم اجرك من تجي يدك السيد اخوي، الله يعدم اجرك. صبر 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 اصبر، اش غدير؟ كنا ليها كنا ليها صاحبي. يلا الله يصبرك اخويا، الله يصبرك الله يصبرك الله يصبرك اخويا. شكرا. الله يصبرك، الله يدير تاويل ديال الخير، الله يرزق محبته بالصبر. الله يحفظك اخويا. الله يرزق محبته بالصبر. الله يصبرك. يا رب ترحمه يا رب. اوه شنو ولدكش؟ ولدي العزيز، عرفت كيجي واحد النار لا توحشني فيه، ولكن للأسف أنا مريض بزاف، ما عرفناش شكون السابق في هاد الدنيا، واش أنا ولا نتا. داكشي علاش كتبت لك هاد البرا، حيت لا كنت أنا السابق في الدنيا بغيت نقول لك واحد الكلمة، بلي نتا إنسان طيب بزاف. عرفتك من بلولة خالتي بغيتي تشفرني، ولكن مني شتيني في هاد الحالة ما قدرتيش تشفرني. عرفتي علاش؟ حيت انت عندك قلب وعندك ضمير، ماشي بحال ما دوك الناس اللي كالونا في حقنا وشفرونا في رزقنا، ونهار مرضنا حتى حد ما حس بينا. انت دخلتي تشفرني مني بنتك في هذيك الحالة حسيتي بيا. كنشكرك بزاف اولي، كنشكرك بزاف، كنتمنى من الله سبحانه وتعالى تشوف ابواب الجنة. واخا انت شفار، ولكن قادر تبدل النفس ديالك، حيت انت من الداخل قلبك بيض، قلبك بيض. كنتمنى من الله سبحانه وتعالى تسمع كلامي وما تبقاش انسان تأذيه. واخا انت كتأذي الانسان حيت ما عندكش فلوس،